وكان ينهى عن عقوق الأمهات وعن وأد البنات. وأد البنات هو أن من عادة الجاهلية الحمقاء أن الإنسان إذا ولد له بنت دفنها والعياذ بالله، دفن ويحيى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني يختفي عن الناس من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يعني أيبقيها مع الإهانة وعدم المبالاة بها أم يدسه في التراب يدفنه وحي، يعني قلوب أقسى من الحجارة، حتى البهائم لا تفعل بأولادها هكذا، وهؤلاء والعياذ بالله يفعلون هكذا، نسأل الله العافية، مع ما في كفالة البنات من الأجر العظيم، ما من إنسان يكفل ثلاث بنات يحسنون إليهن إلا كن حجابا له من النار. قالوا واثنتان يا رسول الله، قال واثنتان، قال وواحدة، قال وواحدة. فالحاصل أن البنات إذا من الله على الإنسان بهن وكفلهن وأحسن إليهن كن له حجابا من النار.